وصفتنا الثانية لليوم سلطة الدراء مع الشيف علا، خلينا نبلش بتطبيقها مع بعض. يلا، سلطة الدراء جديدة وصيفية ومنعشة، يمكن نستخدمه اللي هو أبو فروة، اللي هو بيكون هيك بيعمل هذا تحسس باليد اللي له وبر، أو تستخدمه نكتارين. تمام، رح أستخدم أنا. يلا نعيد المقادير، شو وراكم؟ مش هاد بتعيد أصلاً، اقري. يلا نقرأ المقادير مرة تانية لسلطة الدراء. خس مقطع، جرجير مقطع، بصل أخضر مقطع، أيضا نعناع مقطع، وبذور عباد الشمس، بذور شيا، بذور يقطين، دراء مقطع، أفوكادو مقطع، بندورة كرزية. للدريسنج لازم يكون فيه عصير ليمون، زيت زيتون، خردل، عسل وملح. نعم يا عسل. يلا، خس عربي أو آيسبرغ اللي متوفر، بعدين رح أحط بيبي روكا أو اللي هو الجرجير البيبي، أو بتستخدمي البلدي. بعدين رح نستخدم اللي هي عامر، أمورك منيحة؟ أمورك تمام؟ يلا، هي أوراق النعناع كمان حطيناها هيك، بدي إياها خشنة. تمام، يلا رح نحط ايش هذا الاشي الخطير اللي بيقوي عضلة القلب وما بنصحك. كاميرا فور عامر. عامر بيك، كيف حالك؟ لما الغسلات يعطيك العافية. عامر ما في منه يا جماعة، يعني من أروع مصورينا في يوم جديد، أنس خلدون، أروع وأجدع شباب، الله يعطيكم العافية. لما الغسلات وينزل يا زلمة. يلا، حطينا بذور عباد الشمس وبذور اليقطين من عند العطار، خليهم معاكي بالسيارة. وإيش يا شهد؟ إيش يا علا؟ مكسرات الأزمة وتفششي، ما بنصح بقوي عضلة القلب والذاكرة. بعدين رح نحط بصل أخضر، بعدين هاي الأفوكادو، حط اللي هي قطع من الأفوكادو بهذا الشكل. غرام أنا والأفوكادو، كتير زاكي خصوصا إذا كان إيش زي التفاح. يلا، حط القطع بهذا الشكل. كثير زاكي والله، اللي بيجربها ادمان. علا، الوصفه الاخيره ما بدها وقت كثير صح؟ لا منيح، احملها ست الكل، عيونك تطلع. حكينا ام علي الهنديه اخر شيء، نهي نهي. نهي نهي نهي. يا الله علا، يلا ناخذ كومنتس مع الحلوين. ناخذ كومنتس ولا ناخذ اتصالات؟ اكيد في اتصالات، حابين هيك ندردش مع مشاهدينا الأعزاء والكرام. يعني ممكن كمان نقرأ بعض التعليقات عنا على الفيسبوك لايف. عنا أم نعيم، صحة وهنا لجميع الكادر، بتحكي لنا. عنا أم كرم بتصبح علينا. أم حمزة، أطيب من هيك ما شفت، الله يعطيكم ألف عافية. أم مصطفى، والله أنت عسل يا شف علا، حبايب القلب. عنا أمونة بتحكي لنا صباح الفل والياسمين على عيونكم الحلوين، يا أحلى ثنائي، يعطيكم العافية. معقول أنا وعلا أحلى ثنائي؟ أصلاطاً. أم ثائر، صباح الخير. عنا كمان أم غالب عسل. عنا أم براء دويكات، يسعد صباحكم. نحن كتير 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 مبسوطين بتفاعلكم وتواصلكم معنا. بس في معنا اتصال على الهواء مباشرة، بدنا نقول ألو ألو. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله، مبسوطين كتير بسمع صوتك. من وين عم تحضرينا ومين معنا؟ آيات والله من الزرقة. يا أهلا فيك يا آيات وبكل أهل الزرقة. الله يسعدك يا رب. شو رأيك بالسلطة، عجبتك؟ ما شاء الله ما شاء الله عليكم. طب هاي الشف علا، ايش حابه تساليها، ايش حابه تحكي لها؟ والله عسل يا عسل، اهلا. هلا، صباح الخير. هلا يا حبيبتي، صباح العسل، اهلا. الله يسعد هالصباح، والله ما شاء الله عليك يا علا، بتجنني بتجنني حبيبتي. من بعدكم يا قمر حبيبتي، يسعدك. يعني صراحه والله بحبك كثير انا. يا ربي تحبك الجنه يا الله حبيبتي. يسعدك. علا، بقدر اخذ رقمك؟ يلا، تحت الهواء، خليك على الخط، يعطوك اياه الشباب. ماشي حبيبي، أهلا يا أمال. يا ربي هدي بعد قلبي. أهلا أهلا، نورتي.
تمام. نجاح معنا على الهواء ايضا. الو صباح الخير. الو صباح الخير. اهلا ست نجاح. يعطيكم العافيه منورات والله منورات. كيف الشهر؟ عافيه عمرك وقلبك يا رب. الله يسعد هالصوت. يعطيكم العافيه على هالبرنامج الحلو. الله يسعد هالصوت ويسعد هالاتصال الحلو. الله يسعدكم انتم كمان يا رب. هاي الشفعولة معاكي تفضلي. يلا الله يسعدهم الستات المشتين. الو صباح الخير. يا صباح العسل. اهلا بالطيبين. أهلاً. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية والله. يا رب يسعدك. الله يخليك. الله يسعدكم يا ربي ويخليكم. هلا يا امي. انا بس بحب اصبح عليكم والله. والله احنا بنحب نسمع هالصوت دائما. الله يديمك يا رب. تسلمي تسلمي. الله يعطيك العافية يا رب. حبيبة قلبي يسعدك. هلا يا ستي. هلا حبيبتي. هلا. شكرا لكم. شكرا لمرورك. احكي لنا كيف راح علينا الدرس. صراحة يا جماعة قاتل. بذور شيا. شيا سيدز في أورجانيك بالسوق وفي موجود بالكيلو وكتير كتير كتير مفيدة وللرجيم بشكل مش معقول. واحد اثنين حطينا بذور شيا. هي المفروض ننقعها بالمي بس أنا إيش بنقعها بالدريسنج زي ما بنعمل ببرغل التبولة. حطيت عليها ماسترد عسل أو الماسترد اللي هو الخردل وعسل وعصير ليمون وملح وزيت زيتون تمام وبس. ودوقي حداكي إذا ما أدمنتي عليها. ممكن بدون ماسترد ممكن مايونيز بس إنه كتير حموضة الرمان بطلع إشي خيلة. يا طيب ناخد كمان اتصال من إخلاص عم تحضرنا من جرش. ألو صباح الخير. صباح النور. أهلا يا إخلاص كيف صباحك؟ أخبارك؟ اهلا وسهلا. كيفك؟ يا هلا يا هلا يا هلا. اهلا يا نورت. والله كثير حاب اني اتصل معكم من زمان. اهلا وسهلا فيك نورتينا يا قمر. وكثير طبخاتك كثير سهل حبيبتي. جربتي شيء من وصفاتنا؟ والله جربت يعني. يلا يا ريت صحه وهنا على قلبك. بحب اصبح على ابوي وامي وخواتي. نعم. واخواني. نعم تحياتنا لك وإلهم. إن شاء الله يكون عم يسمعوك يا أمر. أهلا فيك نورتي وسلامتك وتعيشي. وخلصنا. وهي كمان بدور يعطين إشي إشي مفيد ومشبع. وجبة غذائية كاملة متكاملة. هاي عن غدا كامل. والله إشي بجنن بالذات إنه فيها أفوكادو. أفوكادو بتعوض عن الدهون ودهون صحية فأديه. وصراحة أكلة صيفية بحسها. نعم أكيد. وهيك بتكون خلصت السلطة. رح ناخد